مشاهدينا الأكارم، أهلا بكم في حلقة اليوم من تحت الضوء. قصف ودمار وخشية من حرية. قوات الاحتلال تواجه الموقف بالF-16. غزة من جديد قبلة الأنظار برا وبحرا. غارات مدمرة حيث كان المطار، وورش الحدادة هدف مستمر. تهديد ووعيد وبدء بالتنفيذ. رياح السماء عنوان صهيوني للقرصنة، ورياح الحرية تشق عمق المتوسط للوصول إلى فلسطين. غزة دمار على الأرض وأمل في البحر. موضوع هذه الحلقة من تحت الضوء. مع اقتراب وصول سفن فك الحصار وفي تصعيد أمني ملفت، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي 5 غارات على مطار غزة الدولي جنوب القطاع، كما أطلقت صاروخا على ورشة للحدادة شرق مدينة غزة. الغارات الإسرائيلية شنتها طائرات الF-16 الأمريكية الصنع، وألحقت دمارا هائلا في المواقع المستهدفة، لا سيما في محيط ورشة الحدادة في حي الزيتون، ما أثار حالا من الهلع لدى المواطنين في المناطق السكنية المجاورة. وكان الاحتلال قد صعد من اعتداءاته العسكرية على مناطق القطاع خلال الأسابيع الماضية، موقعا إصابات متعددة في صفوف المواطنين بحجة الرد على صاروخ أطلق من غزة باتجاه الأراضي المحتلة. من جهة أخرى، أكدت مصادر قافلة أسطول الحرية أن سفنها اجتمعت في عرض البحر المتوسط وقررت التحرك نحو سواحل غزة، في الوقت الذي يواصل فيه المسؤولون الصهاينة تهديداتهم بمنع وصول السفن إلى القطاع. وفي هذا السياق، أعلنت قوات الاحتلال إنهاء استعداداتها للاستيلاء على سفن الأسطول، وكشفت مصادر أن قائد سلاح البحرية الصهيوني سيقود عملية الاستيلاء التي أسميت رياح السماء. عن هذا الموضوع معنا من غزة الناطق باسم الأمن الوطني في غزة الرائد سيد أبو شمالة، ومن رام الله الخبير بالشؤون الإسرائيلية فايز عباس. أنا وسهلا بكما سيد أبو شمالة. أبدأ معك من حقيقة ما جرى بالأمس، ما جرى هذه الليلة من قصف إسرائيلي لبقايا المطار ولمدينة غزة، تفضل. بداية بسم الله الرحمن الرحيم. إن ما حصل ليلة أمس أو فجر اليوم، شن الطيران الحربي الصهيوني سلسلة من الغارات على مطار غزة الدولي وعلى أهداف مدنية، حيث قامت الطائرات الصهيونية بتمام الساعة 1:25 تقريبا فجر هذا اليوم بشن 3 غارات متتالية على مباني مطار غزة الدولي، وهي المباني ما تبقى من المطار الذي يقصف على مدار الأيام الماضية وعلى فترات سابقة، حيث قام الطيران الحربي الصهيوني بشن 3 غارات استهدفت مباني المطار بواقع 3 صواريخ في كل غارة، أي بواقع 9 صواريخ من طائرات الF-16. ومن ثم وفي حوالي الساعة 2:05 تقريبا من صبيحة هذا اليوم، قام الطيران الحربي أيضا من نوع F-16 بقصف ورشة للحدادة في منطقة حي الزيتون في وسط مدينة غزة، وهو هدف مدني. وأيضا بعد ذلك بحوالي 20 دقيقة قام الطيران الحربي الصهيوني مرة خامسة أو بغارة خامسة إلى قصف منطقة مفتوحة في شمال قطاع غزة. أيضا في صبيحة هذا اليوم وقبل قليل، تقوم الزوارق الحربية الإسرائيلية المتواجدة في عرض بحر غزة بإطلاق النار وبكثافة على الإخوة المعنيين الذين يعملون في تعميق ميناء وتوسيع حوض الميناء لتجهيزه لاستقبال أسطول الحرية القادم إلى قطاع غزة لكسر الحصار عن طريق البحر. وأيضا توجد عمليات للجيش الصهيوني على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة، حيث يقوم قواته الراجلة والمستهدفة بالدبابات والآليات
بمحاولة دخول أراضي قطاع غزة، ولكن رجال المقاومة والشعب الفلسطيني هم بالمرصد. عظيم أستاذ فايز عباس، يعني وقد سمعت معنى هذا التوضيح الدقيق والسرد التفصيلي لاعتداءات الاحتلال وتزايد وتيرة الاعتداءات والتحضير ربما لشيء آخر، ماذا يريد الكيان الإسرائيلي من غزة في هذه المرحلة؟ باعتقادي أن الأمر الذي تحدث عنه الأخ من قطاع غزة هو ليس بجديد، ولا أعتقد أن هذا بمعنى التصعيد بالمعنى الكلاسيكي لكلمة تصعيد. إسرائيل تقصف قطاع غزة تقريبا شبه يومي، كان صباحا أو ليلا أو ظهرا، وفي الأسبوع الأخير كان وقعت عدة حالات من عدة إصابات، أكثر من 17 مصابا. بعتقد أن الحكومة الإسرائيلية بتركيبتها الحالية هي تريد إرسال رسالة لغزة ولأهل غزة بأنها ستواصل ضربهم مهما كلف الثمن، بحجة إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل. ونحن نعرف جيدا أن هذه الصواريخ التي تطلق على النقب هي عمليا لا تحدث أي أضرار أو لا تسبب بمقتل إسرائيليين. السياسة الإسرائيلية المعروفة هي مواصلة ضرب قطاع غزة، مواصلة الحصار على قطاع غزة، مواصلة قتل الشعب الفلسطيني، وليس القتل الفعلي وإنما القتل المعنوي على أهل غزة وشعب غزة. وأعتقد أن صمود أهل غزة هو سيعزز من موقف موقفهم اتجاه ما يحدث لهم في 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 السنوات الأخيرة. يعني القضية ليست قضية الليلة وليست قضية المطار أو قصف محددة، وإنما هذه سياسة منتهجة من قبل الحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة من الزمن. سيد أبو شماني، ماذا تقرؤون أنتم في التصعيد الإسرائيلي أو في الخطوات الإسرائيلية يعني التي تجري في الأيام الماضية وحتى في الساعات القليلة الماضية؟ هل من رسالة واضحة تريد سلطات الاحتلال إيصالها إلى جهة ما؟ سلطات الاحتلال أخي الكريم تود إرسال رسالة للشعب الفلسطيني وللحكومة الفلسطينية في غزة ولجميع من يسكن في قطاع غزة بأن لا مناص من استهدافكم، ويودون رسالة